أولا جمعة مباركة عليكم وعلى جميع المسلمين وعلى مولانا أمير المؤمنين. اجتمعنا في هذا الصباح المبارك في هذا اليوم الأخر وهو يوم عيد المؤمنين عند المسلمين جميعا. اجتمعنا بأمر مولانا أمير المؤمنين في هذه الساحة أمام هذه المؤسسة العلمية المجلس العلمي المحلي الرباط وأمام هذا المسجد الأعظم الذي يشهد بآثار ويشهد بأشياء كثيرة لعلماء هذه المدينة المباركة. اجتمعنا هنا لندعو الله سبحانه وتعالى. فأمير المؤمنين هو الذي أمرنا، لماذا؟ لأنه قام بإحياء سنة جده صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كلما شح المطر أو قل الماء كان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والاستغفار والدعاء إليه سبحانه وتعالى. نحن فعلنا هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا في هذا المسجد استغفرنا الله سبحانه وتعالى ودعوناه، فهو سبحانه وتعالى سيجيبنا، لأنه هو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن فحاشاه سبحانه وتعالى أن يخيب رجاء المؤمنين وأن يخيب رجاء عبادي الصالحين، فهو نعم المولى ونعم النصير. لما كان المطر يغيب كانوا يديروا صلاة الاستسقاء، واليوم حضرنا إلى مسجد الأعظم، حضرنا إلى صلاة الاستسقاء ومعنا الصبيان والشيوخ والعلماء والفقهاء وأهل القرآن. والله سبحانه وتعالى بفضل هذه الشيوخ والصبيان، اللهم يا رب ارحمنا، اللهم يا رب ارحمنا، اللهم يا رب ارحمنا. وحضر معنا ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومولاي رشيد، اللهم يا رب انصر جلالة الملك، اللهم انصره، اللهم احفظه، اللهم شافيه، اللهم عافيه، اللهم يا رب ارحمنا، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وكان بمناسبة قلة الأمطار جرينا على السنة، جرينا على السنة، دعا جلالة الملك نصره الله إلى إقامة صلاة الاستسقاء تضرع لله عز وجل حتى يرزقنا الله عز وجل بالأمطار وحتى تنزل الرحمات والبركات منه سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك. خرجنا تلبية لدعوة جلالته نصره الله حتى نجتمع داعين وملبين ومتضرعين لله عز وجل بالاستغفار والتوبة وبالأذكار حتى ينزل الله عز وجل الأمطار وحتى يؤمننا بفضله بالبركات والرحمة إن شاء الله. كان شعور رائع وهو يحضر معنا، لأن هذا الحضور فيه دعم قوي وفيه كذلك بادرة طيبة وبادرة حسنة حتى إن شاء الله يكون هذا الخير بإذن الله عز وجل، وحتى يعمنا الله بفضله وكرمه إن شاء الله. Thank you.